شحاته ابوك هيهرب معاه ده شحاته. وانت يعني ابوك اللي هيهرب مع عصابه المكواجي كده شايف اجري وادمخه مفوت. وقال ايه؟ ابوك هيهرب مع عمتك حمار. ابوك هيهرب مع عمتك اذا كانت عمتك دي متجوزه يهرب معاها ازاي؟ إذا كانت عمتك دي متجوزة؟ واحدة متجوزة وعمتك؟ يعني عمتك لو مش متجوزة أبوك على سنة الله ورسوله. الشرع في الرجل له أربعة كما قال البحبحاني. مين البحبحاني؟ ده راجل مزين بنقعد عنده في المذبح هو اللي يقول لنا الكلام ده. انا من رايي نسيب موضوع الست ده شويه. او النبي اهو عشان خاطر اسمعني انت الاول نحدد اتجاهاتنا وارائنا. احنا اولاد الراجل ده عايزين ايه؟ انا عايز ربع جنيه واتكل على الله. عايزين ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ انا عايز في المصيبه دي صندل وجلابيه بس. ايه اللي انت بتقولوه ده؟ احنا عايزين بابا ما يسيبش البيت. ما يسيبه ازاي بقى يا سلطان؟ هنعمله ايه؟ لازم نمنعه يا اخي. عايز ايه؟ لازم نمنعه. امنعوه. اللي عايز يمنع يا جدعان. يلا يا جدعان يا النهارده يوم المنع. يلا خد يا سلطان. خد سلطان اقعد اقعد تعالى. ايه؟ هديك دلوقتي بس. ماما هات لي هعمل لكم ضيعه. ها ما شاء الله. ايه اللي لممكم على بعض في ساعه واحده كده؟ شكلكم يفرح. اه هو احنا بنتلم غير في المصايب؟ ما يلا تلموا من بعض كل واحد نص فرانك هتخلص المسائل. خلصونا بقى ربنا يهدوكم. ايه ده؟ ايه؟ دايما مخك كده؟ خليته فيا مخ. اصبح الصبح الاقي بابا عامل عامله سودا زيدي. ايه ده؟ سلطان ولا مجنون؟ ايه ده اهبل ده؟ في بيتك خو كهبل ولا ايه؟ ايه كمان؟ ماله بابا؟ بعد الشر على بابا قال ايه؟ مفيش حاجه ده بابا مسلم عليه قبل ما يخرج. ايه سلطان؟ انا هقول لك اصل بابا مانع عنه المصروف. ايوه حبيبي موضوع المصروف بقاله مده بيقول النهارده يا كمال. يا ايه اللي حصل النهارده؟ كلم امك. ايه سلطان طمني. اتفضل قله الادب بتاعتك. طمني يا حبيبي على بابا. ايه ده مفيش حاجه يا ماما؟ طب ما بيردش عليا. ما انت عارفه سلطان هو كده ما يقعدش ساعه في البيت الا ما يعتن علينا. ايه سلطان؟ اتفضل. ايه يا عم رد عليا. علي يا حبيبي كلمني. عايز تبوظ البيت؟ ايه اللي حصل؟ ده ما بيصدق يسمع اي حاجه. ايه عايز تقول لها؟ ده واد ما عندوش ريحه التركيز يا ماما. ده عايز يقول لك ان احنا لقينا الجواب الغلط. جواب التليفون. ايوه صح جواب التليفون. ايه اللي حصل؟ روح انت هات الرجاله وانا هصلي العصر وهصلكوا على طول. سلطان عايز ايه يا بابا؟ روح بره دور على الجوب مفيش هنا تاني بقى يا مش مدور ومش خارج وحالبها لكم ضلمه النهارده ويوم اسود ومهبب على دماغنا ان شاء الله. يا باي يا باي عليك وعلى ملافظك. ايه ده؟ انت راجل كده ليه؟ حد يقول كلام زي ده؟ يوم عيد ميلاد بابا النهارده. يا حبيبتي يا ماما انت دايما كده اللي بتفتكريه كل سنه. كل سنه وانتوا طيبين يا عيال. كل سنه وانتوا طيبين. يلا تعالى.